وانا بصور سنبل بعد المليون، أي كان بدايه بقى كل اللي فات ده، عمال اشتغل مسرح مسرح، ما حدش عارفني، ما طلعتش في التلفزيون، كان اول مسلسل. كنا بنصور في طابه، كان اول قافله فنيه تدخل سينا بعد تحريرها. فما وانا في نويبع الجو بقى جميل وحاجه بقى، وما ادراكي ما سينا يعني. أي فقلت ايه، طب يعني انا خلاص احترفت التمثيل وبقى بتاع ومش عارف وبعمل ايه وبسوي، في حاجه ناقصاني. فاكتشفت ان اللي ناقصني ده ان انا بقيت 34 سنه وما اتجوزتش. فجاه كده؟ فجاه. والله انا قاعد مع نفسي. وخدت قرار كان الله كانت ما تتجوز. ناقصك عيله يعني، ناقصك عيله. اللي هو من احساس العيله أيوة. الكبيره، نفسي اعمل عيله صغيره. بتاعتك انت بقى. فقعدت افكر، طب يعني ايه في كل اللي عرفتهم يعني في خلال حياتي وبتاع وكده، مثلا فلانه بس دي عصبيه قوي، مش عارف ايه، اصلا اهتماماتها غير اهتمام، اصلا اطول مني، اصلا صوتها عالي، اصلا. فروحت ايه جايب ورقه فلوسكاب كده، وكتبت ايه يعني ايه ملامح الزوجه، بتاعتك او الشروط يعني اللي انا عايزها في الزوجه بتاعتي. ورحت كاتب بوينتس كتير قوي، نقط كتير قوي، اللي انها ما تبقاش اول حاجه سنها مقارب إيه؟ لسني. ايوه. مستوى العلمي والثقافي مقارب ليا. ما تكون تبقى في طولي او اقصر مني. مش عارف القوام، مش ما تبقاش تخينه، مش عارف حاجات كده. قعدت اهجص يعني، ولون الشعر وكل المواصفات الخارجيه والمواصفات الداخليه. وبعدين وبدات ادور على عروسه بالمنطلق ده، نسيت كل اللي عرفتهم في حياتي، وبدات ايه عايز اتجوز بالشكل التقليدي كويس فجاه، اللي هو زي ما ابويا اتجوز وكده. لكن ما رحتش عند الخطبه قلت لها خدي الورقه دي؟ لا لا مش للدرجه دي. لا الورقه دي احتفظت بيها سر. احتفظت انت بيها سر. كان مرات اخويا الكبير ربنا يديها الصحه، يا رب، بتدور لي بقى، مراتات اخواتي دوروا لي. وبعدين ادخل واخد بالك، اخرج اراجع الورقه، لا ده الشرط ده مش موجود، لا الشرط ده مش موجود، انسحب. وانسحب بقى ايه بصعوبه، واقعد اجيب العيب فيا، وعشان مساله محرجه جدا. لغايه ما قابلت مراتي مع خالها بالصدفه. والله مدام نجوى، انا اول ما شفتها قلت إيه الست دي هتبقى مراتي. يا سبحان الله. وفعلا اتجوزنا والحكايه كلها تمت في 3 اشهر. وقاعد بقى وعدى وقت كده. وبعدين بقلب كده في الدفاتر اللي كنت بقعد اكتب فيها، لقيت الورقه. فببص في الورقه كده، الورقه الشروط اللي انا كنت ماشي بيها عمال ادور بيها، لقيتها مراتي تقريبا. ما فيش ولا شرط من اللي انا كده كده برضو. انا قلت دي يعني هيك. ايه؟ لا ما انت هتشوف ده حب. انا مثلا بقى قلت كنت محدد انها تبقى اصغر مني بسنه 2، مراتي اصغر مني ب 13 سنه. كنت محدد انها لازم تبقى في طولي اقصر مني، مراتي اطول مني. كنت محدد انها مش عارف ايه، بس ربنا يستر ما تزعلش يعني، انها تبقى مراتي عصبيه شويه يعني ايه. فبصيت قلت سبحان الله، يعني الحب غلب. سبحان الله، سبحان الله فعلا. والقسمه والنصيب، القسمه والنصيب والحب. انت حبيتها من اول نظره. شفتها قلت دي هتبقى مراتي. ورغم بص في الثلاث اشهر دول ممكن اختلفنا ساعات في كلام وبتاع، انما الحكايه ماشيه. الحكايه ماشيه. ماشيه. ودلوقتي بقى لي 27 سنه اهو متجوزين. ما شاء الله. دي كان بدايه تكوين العيله بقى الصغيره. كويس.